طيب بالنسبة لموضوع اللي صوتوا لحمدين صباحي، المهم هنا مش انه دي ناس خلاص مستعدة يعني من بكرة تبقى سويين، الفكرة ان بيمثلوا قطاع مهم جدا من الطبقة العاملة واقفة مع الثورة مش واثقة في الاخوان المسلمين وبتدور على بديل. هل هتلاقي البديل ده ولا لا؟ ده احنا هنعمل ايه معاهم؟ احنا هنشتغل ازاي معاهم؟ لو احنا اشتغلنا صح مع القاعدة الواسعة دي من جماهير الطبقة العاملة والشباب هنقدر فعلا نبني على نتائج الانتخابات دي. اللي بيقول ان الناس انتخاباتهم لان هم بيمثلوا عبد الناصر في زمان، طب ما ده كويس، ده مش وحش. ليه؟ لان عبد الناصر في دماغ الطبقه العامله معناه حقوق العمال، معناه التامين، معناه المساكن الشعبيه، معناه مجانيه التعليم، معناه حاجات كتيره جدا اساسيه بالنسبه لنا، فهي دي حاجه ايجابيه ما هياش معناها بيتحركوا لليسار مش لليمين. الزميل اتكلم عن الفلاحين، طبعا الفلاحين حاجه اساسيه مش بس يعني احنا اتكلمنا على انه لو الطبقه العامله ما قدرتش تكسب الفلاحين، ما قدرتش تكسب فقراء المسيحيين، ما قدرتش تكسب النساء المضطهدات، ما قدرتش تكسب البدو سينا، ما قدرتش تكسب النوبيين، كل القطاعات المضطهده والمستغله في المجتمع لازم يتجمعوا. نتائج الانتخابات بتوري اهميه ده، بتوري انه في الحتت الريفيه اللي ما فيش فيها شغل للثوريين اللي الثوره ما وصلت لهاش، دي الحتت اللي شفيق قدر يبتلعها واللي الاخوان قدروا يبتلعوها. عشان نقدر نكسب القطاعات دي من شفيق ومن المجلس العسكري ومن الاخوان مستقبلا محتاجين نشتغل فيها، محتاجين نشوف ايه مطالب الفلاحين، محتاجين الفلاحين يحسوا ان هم جزء من الثوره، انه مطالب الثوره بتحقق مطالبهم هم على الارض. بالنسبه للتطهير، عمليه التطهير الميزه بدايه عمليه التطهير انها كانت من جوه المؤسسات. اكتر ناس عارفه مين القيادات الفاسده ومين القيادات اللي تابعه للحزب الوطني ومين القيادات اللي تابعه للمخابرات والاجهزه الامنيه، الناس اللي بتشتغل في المؤسسات. عشان كده افضل واحسن مدخل لكل مؤسسه عشان يحصل فيها تطهير حقيقي وتغيير حقيقي واعاده بناء حقيقي لازم تبقى من جوه المؤسسه دي بما فيها المؤسسه العسكريه. بالنسبه للاخوان والموقف من العسكر، الزميل اتكلم صح تماما انه الاخوان لغايه امبارح كانوا متحالفين مع العسكر، النهارده بيقولوا يسقط العسكر، احنا بنقول يسقط العسكر من اول الثوره. هم بكره ممكن يقولوا نتحالف مع العسكر تاني، طبعا. بس الفكره انه لما يقولوا نتحالف مع العسكر احنا بنفضح قيادتهم قدام قواعدهم اللي نزلت قالت يسقط حكم العسكر. لما تلاقوا تاني يوم مرسي في حضن طنطاوي دي فرصه ليك انك انت تكسب دهوت، تقول له بص قيادتك بتخون الثوره، بس ما تقدرش تعمل ده لو انت متأفف منه ومش عايز تقف جنبه في المظاهره. لو انت مش واقف جنبه في المظاهره هتتكلم معاه اصلا ازاي؟ هتتعرف عليه اصلا ازاي؟ ودي نقطه مهمه جدا. يعني مثلا اديكم مثال، لما قيادات الاخوان قدمت فينا بلاغات وعملوا الحمله بتاعتهم في الجريده بتاعتهم ضد الاشتراكيين الثوريين، اللي وقف الحمله دي واللي شال البلاغات دي هيت كان ضغط من قواعد الاخوان المسلمين. ليه؟ لان قواعد الاخوان المسلمين كانت اتعرفت على الاشتراكيين الثوريين في الحركه وكانوا ضد انه قياداتهم يبيعوا الاشتراكيين الثوريين. لو انت بتشتغل مع القواعد تقدر تفضح القيادات، مدخل لفضح القيادات. الاخوان المسلمين لو مسكوا السلطه بجد، طبعا مش انه مرسي يبقى رئيس، لان مرسي مش هيبقى رئيس حقيقي، يعني مرسي هيبقى يعني ملوش اي لازمه، مرسي هيبقى رئيس على نفسه بس، يعني ملوش اي علاقه باي صلاحيات حقيقيه. بس لو فعلا مسكوا السلطه احنا هنبقى اول ناس ندخل المعتقلات، هيدخلونا السجن وهيعدمونا، ده اكيد كشركين ثوريين ما عملناش اي شك في ده، احنا مش واهمين ان هو مثلا لما نقف جنب متظاهرينهم النهارده بكره هيفتكرنا وما يدخلناش السجن، هيدخلنا السجن طبعا. بس احنا عايزين رقم واحد زي ما زملاء قالوا، احنا دلوقتي لازم نبص على اللحظه اللي احنا فيها. احنا دلوقتي قدام امكانيه حقيقيه لانقلاب عسكري كامل ينهي الثوره المصريه ويحطنا كلنا الاخوان والاشتراكيين الثوريين وايا كان الاسم في السجن مع بعض. ماشي؟ دلوقتي حالا لازم نوقف الانقلاب ده بكل الوسائل الممكنه، في الشوارع، في المصانع، في الاحياء الفقيره، في الميادين، بكل الوسائل الممكنه، لانه الانقلاب مبتدي يعني حد وراني دلوقتي خبر في الاهرام انه المدرعات ابتدت تدخل على القاهره من كذا محور، يعني
ماشي، دي مش صوب، مش ده مش انقلاب ناعم يا جماعه. المدرعات ما بتعملش انقلاب ناعم. ولازم ننظم صفوفنا ضده مع كل اللي هيقف ضده النهارده، لانك انت محتاج كل نفر، كل بني ادم مستعد يقف قدام المدرعات دي، مستعد يوقف المدرعات دي، يبقى واقف معاك. هو شاب من اخوان المسلمين، هو شاب من اليسار، هو شاب من الحركات الشبابيه، هو شاب ملوش اتجاه سياسي واضح بس مش عايز انقلاب عسكري، لازم ننظم صفوفنا ضده. اخر نقطه عايز اقولها على موضوع البرادعي. زميل اتكلم على البرادعي. البرادعي يعني كل مواقفه دي اتخذت من ما بين فيينا وجنيف، يعني هو يعني مشاركته في الثوره المصريه من الخارج. الايام اللي قعدها في القاهره خلال الثوره المصريه تعد على اصابع اليدين، ومواقفه كلها الحاليه بتزق في سكه في النهايه بتخدم المجلس العسكري. لا نثق في الليبراليين، لا نثق في البلد، بس والله الليبراليين عايزين يقفوا معانا ضد الانقلاب العسكري، عايزين ينزلوا معانا. ماشي عايزين. لا امبارح مش موجودين. لا امبارح. ماشي ماشي ماشي. اللي هيناضل معانا في الشارع اهلا وسهلا بيه، بس برضو زي ما احنا بنثقش في قيادات الاخوان المسلمين ما بنثقش في قيادات الليبراليين. اخر نقطه حوالين المثاليه. المثالي جد هو اللي يفتكر انه ممكن النظام الراسمالي المصري يستقر على ما هو عليه، ان ممكن الزلزال اللي حصل خلال السنه ونص اللي فاتوا يتم تجاهلهم ويوصلوا لاستقرار مالي. الواقع الجد هو امكانيه استمرار الثوره المصريه وامتدادها في المنطقه. يعني ابسط حاجه ان السودان النهارده مولعه. خد وقت شويه على ما الموضوع يوصل السودان، بس في النهايه اللي حاصل النهارده في السودان شيء في منتهى الاهميه بالنسبه للثوره المصريه. رئه جديده بتتفتح للثوره المصريه. ان الثوره المصريه حصلت، انه الثوره المصريه عملت معجزات حتى الان، دي مش حاجه مثاليه، ده حاجه في واقع شفناها بعينيها. وبالتالي ان احنا نتوقع معجزات جديده، ان احنا نتوقع ان الجماهير المصريه تحقق نجاحات جديده، ما فيهاش اي نوع من المثاليه. العكس، ده هي الواقعيه لو اشتغلنا عليها، لو حطينا ارادتنا لتحقيق المطالب. اخر حاجه عايز اقولها انه لازم نطلع بافكار ملموسه لهنعمل ايه بكره وهنعمل ايه بعد بكره، لان في النهايه المعركه دلوقتي المعركه مش بتتكلم على مستقبل مصر هيحصل فيه ايه، انا بتكلم على معركه هتبدا من بكره وهتبدا من بعد بكره. اول حاجه ان احنا لازم ندعو كل اللي نعرفه جوه الاشتراكيين الثوريين، بره الاشتراكيين الثوريين، من كل الناس اسلاميين ليبراليين وغيره، للوقوف معا في الميادين للعمل بالدعايه بالتحرير بالتنظيم بالوقفات بالمظاهرات بالاضرابات لمواجهه مخطط الدوله العميقه، لمواجهه مخطط المخابرات المصريه، لمواجهه مخطط المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لوقت لاكل الثوره المصريه. ده اللي هم عايزينه النهارده. مفيش مجال للاحباط، مفيش مجال للتراجع، مفيش مجال للخوف، مفيش مجال للتذبذب، مفيش مجال للخبطه. لازم ننزل من دلوقتي ننظم كل واحد في الحي بتاعه، كل واحد في الشغل بتاعه، كل واحد في المكان اللي بيشتغل فيه، في المكان اللي ليه صلات بيه. لازم نحرك كل الناس، لازم نزق كل الناس انها تقف مع بعض ضد المخطط اللي احنا شايفينه بعينينا النهارده. وشفنا بلد ورا بلد لما الجيش بيقرر ياخد السكه دي بتوصل لايه، وشفنا بلد زي الجزائر بتتمزق قطعا اربا وتتبهدل بسبب انه قدره الجيش على انه يخوض صراع زي ده. مصيرنا لازم يبقى مختلف. شكرا.